مساء الخير على جمهور نادينا الملكي، اهلا بكم وحلقه جديده من برنامجنا ملوك الصالات، البرنامج اللي بنتابع فيه اخبار العاب البطولات والانجازات، الالعاب اللي ليها رصيد كبير من البطولات والالقاب مش بس على المستوى المحلي لا كمان على المستوى الافريقي والدولي. ولكن في بدايه حلقتنا خلينا نشوف هيكون معنا ايه النهارده. انطلاق المسابقه الوطنيه لتنس الطاوله الاولمبياد الخاص المصري بنادي الزمالك. وفد من السفارة المصرية بباريس يستقبل منتخب الكرة الطائرة. غدا الفوج الثاني من بعثة مصر يغادر إلى باريس للمشاركة في الأولمبياد. غدا منتخب اليد يواجه اليابان في البروفة الأخيرة للأولمبياد. البعثات العربية تشارك في الأولمبياد ب 460 رياضياً. ليبرون جيمس يحمل علم أمريكا في حفل افتتاح أولمبياد باريس. قبل أولمبياد باريس الإيطالي سانر يحافظ على صدارة تصنيف التنس. ومن التقارير مصر في أولمبياد باريس مشاركة وغياب ورقمين تاريخيين. أما عن بطل قصتنا النهاردة فهو كابتن خضر التوني معجزة رفع الأثقال الأولمبية. وضيفتي اللي هتشرفني وتنورني النهاردة الوافدة الجديدة بسامة محمد لاعبة الزمالك للكرة الطائرة. يعني النهاردة كان في اليوم الأول من استضافة مصر استضافة نادي الزمالك للمسابقة الوطنية لتنس الطاولة للأولمبياد الخاص المصري، واللي ابتدت النهاردة زي ما بقول لحضراتكم بنادي الزمالك وهتستمر لمدة 3 أيام النهاردة وبكرة وبعده، واللي بيشارك فيها بالمناسبة 155 لاعب ولاعبة من 52 هيئة مسجلة ببرنامج الأولمبياد الخاص المصري من 8 محافظات بالجمهورية. حضر حفل افتتاح المسابقة اللي أقيم النهاردة المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري، وطبعا محمد ساري عضو مجلس إدارة الأولمبياد الخاص المصري، والدكتور عماد محيي الدين مدير عام الرياضة والتدريب بالأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واللواء حسن موسى المدير التنفيذي لنادي الزمالك، ودكتور أحمد السمري مدير النشاط الرياضي. يعني حاجة كانت محترمة جدا جدا. أنا قلت ابتداء من الاجتماع التنسيقي مع الأولمبياد الخاص المصري، والحقيقة كل حاجة اتقالت في الاجتماع التنسيقي كانت موجودة النهاردة. يعني طابور العرض، حفل الافتتاح، حتى هما بيعملوها شوية على طريقة الأولمبياد ولكن بطريقة مصغرة. حتى محمود بطلنا طبعا بطل نادي الزمالك والبطل الأولمبي من أبطالنا أبطال القدرات الخاصة في تنس الطاولة كان هو اللي بيحمل الشعلة النهاردة. كان في بنوتة جميلة اسمها هنا يعني قالت القسم اللي هو المعروف طبعا للأولمبياد الخاص، وطابور العرض، أبطالنا لعبوا مباريات لطيفة جدا جدا. كان النهاردة كان النوع يعني زي تصنيف كده، وبكرة وبعده هتكون المباريات يعني الأقوى والتتويج وكل الحاجات دي، يوم بنين ويوم بنات. الحقيقة حاجة منظمة ومحترمة جدا جدا من جانب الأولمبياد الخاص المصري ومن جانب نادي الزمالك. كان في تسهيل للإجراءات من قبل طبعا، بشكر طبعا سيادة اللواء حسن موسى على تسهيل الإجراءات في الدخول لأبطالنا أبطال القدرات الخاصة وأولياء أمورهم طبعا ومدربيهم وجميع اللي كانوا متواجدين من الهيئات.
كان في تسهيل جدا لدخولهم من اقرب بوابه لصاله تنس الطاوله، كان في تجهيز، وكانت صاله تنس الطاوله بنادي الزمالك على اتم الاستعداد لاستقبال البطوله. كمان طبعا العلاقات العامه من قبل الاستاذ شريف منير والاستاذ باسم زياده وكل طاقم العلاقات العامه داخل نادي الزمالك كانوا الحقيقه على قدم وساق زي ما بيقولوا. النهارده عملوا شغل محترم جدا من الجانبين الحقيقه. البطوله مبهجه ولطيفه وجميله، وعلى الساعه 12 كده الكابتن حسين لبيب يعني دخل الصاله وحتى لعب مع ابطالنا مباريات مصغره كده، وكانت شيء لطيف جدا وايجابي جدا 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 ويدعو للبهجه. وانا دايما بقول ان ابطالنا ابطال القدرات الخاصه، دايما هم اللي بيعلمونا الاراده والتحدي والعزيمه، واللي هم ناسيين خالص في مصطلحاتهم كل ما هو صعب ومستحيل وما شابه يعني. فتشرفت اني كنت موجوده النهارده وحضرت حفل الافتتاح، حاجه في منتهى الجمال، حاجه عظيمه ومحترمه جدا. بشكر طبعا مجلس اداره الاولمبياد الخاص المصري طبعا، او الاولمبياد الوطني يعني، حاجه محترمه. وكان طبعا المهندس طبعا سياده الوزير السابق هاني محمود رئيس الاولمبياد الخاص المصري، بشكره على تواجده طبعا النهارده، وكان حريص على تواجده، حاجه جميله جدا. ويا رب ده يكون بدايه يعني. انا حتى في الاجتماع التنسيقي كان من جانب مجلس اداره نادي الزمالك ومجلس اداره الاتحاد الوطني للاولمبياد الخاص يعني، كان في كلام عن طبعا يكون في تعاون مشترك طول الوقت، وكل الايفنتات يعني ايفنتات سواء على المستوى الرياضي على مستوى المعارض على حاجات كتيره جدا، خدمات بتقدمها او بيقدمها الاتحاد طبعا الوطني للاولمبياد الخاص بيقدمها لابطالنا ابطال القدرات الخاصه. كان في الاجتماع التنسيقي في يعني زي فتح تعاون مشترك ما بين نادي الزمالك والاتحاد الوطني للاولمبياد الخاص، ان اي ايفنتات نادي الزمالك طبعا بيفتح ابوابه يعني لكل ما هو لابطالنا ابطال القدرات الخاصه في كافه المجالات. فان شاء الله يكون في تنظيم حاجات كتيره جدا، ايفنتات كتيره جدا داخل نادي الزمالك ان شاء الله. خلينا طبعا كاميرا ملوك الصالات كانت موجوده في حفل الافتتاح واجرت عدد من اللقاءات، خلينا نشوفها ونقرب اكتر من الحدث ونرجع بقى لموضوعاتنا ونكمل حلقتنا. الحقيقة أنا سعيد جدا بوجودي النهارده في نادي الزمالك اللي بيستضيف الألعاب المحلية للأولمبياد الخاص المصري، وهي بطولة تنس الطاولة. احنا النهارده عندنا بطولة تنس الطاولة للأولاد وللبنات وبيستضيفها نادي الزمالك، واحنا الحقيقة بنقدم الشكر للنادي على الاستضافة الكريمة، وأتمنى أن يكون ده بداية التعاون بين الأولمبياد الخاص المصري ونادي الزمالك. لا الحقيقة البداية رائعة، صالة التنس طاولة في نادي الزمالك صار يعني الحقيقة ممتازة وعلى مستوى عالي مستوى عالمي. الحقيقة اعتقد ان يعني مستوى البطولة هيكون مستوى عالي بسبب الاستضافة الكريمة وبسبب الامكانيات اللي الحقيقة اللي كرسها نادي الزمالك للأولمبياد الخاص المصري. احنا مشتركين بقالنا اكتر من سنتين، السنه اللي فاتت واخده تاني الجمهوريه في الدوري وواخده تالت في الكاس، والسنه دي واخده تاني في الكاس كاس مصر شهر 9. ومبسوطين هنا في اجواء نادي الزمالك؟ طبعا احنا هنا عندنا مدربين من اكفأ المدربين، وعندنا جهاز محترم جدا بقياده كابتن احمد سيد، وصراحه بيسر لنا كل حاجه يعني. كابتن احمد سيد بيسر لنا كل حاجه، اولادنا هنا بتتدرب في منتهى الجمال وفري وكل حاجه يعني. أذنها لقفت. قولي بقى أول مرة تشاركي؟ أنا كسبت مرة. واحدة بس؟ تكسبي على طول بتمثلي نادي الزمالك ومصر؟ آه. تاني وهتشاركي في بطولات تانية إن شاء الله؟ إن شاء الله.
مبسوطه؟ اه قوي قوي. ايه اكتر حاجه خليكي مبسوطه؟ انا عشان انا افرح ماما وبابا واخواتي. انا اسمي محمود محمد جمعه. ان شاء الله هطلع اجيب اول تاني وتالت ورابع. هي شاركت في الدوري العام السنه دي اول مشاركه ليها، ودي اول مشاركه ليها في الاولمبياد الخاص. هي بتلعب العاب قوه وبتلعب تنس طاوله. شاركت في كاس مصر، سوري، شاركت في بطوله الجمهوريه لالعاب القوه، ودي اول مشاركه للاولمبياد الخاص بالنسبه لها في تنس الطاوله. مبسوطه جدا جدا وبحب النادي الزمالك. اخر مره مشاركه في البطوله، ان شاء الله هكسب وافرحكم كلكم. حاجة عظيمة وجميلة، ورياضة فيها نقاء، رياضة بيور. يعني كان في من ضمن المباريات اللي شفتها الصبح، كان في ماتشين ما بين نادي الزمالك والنادي الأهلي، مباراة فاز فيها نادي الزمالك ومباراة أخرى فاز فيها النادي الأهلي، ولكن في تشجيع وفي جمال كده وهدوء ومفيش تعصب، مفيش مشادات، حاجة نقية جدا جدا جدا، ورياضة صافية خالص، رياضة بجد، يعني اللي هو اللي قلبك يحبها واللي تحب تشوفها بجد، اللي هي رياضة من أجل الرياضة مش من أجل أي شيء تاني. طيب عندنا كام نقطة كده عايزين نتكلم عنها سريعا قبل ما نروح ل طبعا أولمبياد باريس واستعداد أبطالنا. خليني أبدأ بفريق سيدات الطائرة. طيب النهاردة بس خلصت القصة، النهاردة مايا ممدوح مضت من غير اي شروط، مايا ممدوح جت ومضت. ومايا ممدوح بالمناسبه يا جماعه هي بتعمل جلسات لان اصابتها اللي كانت في الانكل وتحملت على نفسها ولعبت البطوله الافريقيه مشكوره، لسه بتعمل جلسات لحد دلوقتي. يعني كانت مايا مشغوله الفتره اللي فاتت في الجلسات، في هناك تفاصيل في الاوض المغلقه انا بشوف انها تخص مجلس الاداره ولاعباته اللي هم ولاد يعني ولاد النادي، واللي هو مش المفروض التفاصيل دي تكون معلنه. مايا جت النهارده ومضت. مايا كانت مشغوله الفتره اللي فاتت في زي ما بقول الجلسات، وفي نفس الوقت كان ليها أكيد هناك تفاصيل في الأوضة المغلقة أنا بشوف إنها مش المفروض للعلن، دي ما بين مجلس إدارة النادي واللاعبة وجهازها الفني، حاجة في أوضة مغلقة مش المفروض إنها تكون في العلن، وده أمر وارد وقت التجديد يعني. ولكن مايا بنتنا نزلت النهاردة، على فكرة كذا مرة جت حضرت التمرين مع زمايلها، النهاردة حضرت التمرين ولكن طبعا هي لسه تقريبا قدامها حوالي أسبوع أو أسبوعين عشان تقدر تنزل. طيب نيجي لموضوع أيسل، كنت مصرة طول الوقت الفترة اللي فاتت إني ما اتكلمش في موضوع أيسل، لأنه دي برضو حاجة ما بين الإدارة وما بين اللاعب، ومش المفروض اللي بين الإدارة واللاعبة يكون معلن ومشاع. حتى لو أيسل في وقت من الأوقات طلعت وقالت بعض التصريحات خلاص يعني ده كان ممكن أو كان من النادي غير مقبول، والنادي حول أيسل للتحقيق وكان هناك تحقيق في النادي، والمفروض التحقيق بعد ما بينتهي بيكون في توصية من قبل الشؤون القانونية لمجلس الإدارة، اللي وقتها الموضوع بيدخل مجلس إدارة والناس بتشوف إيه الإجراء المناسب، اللي هو اللائحة بتقول إنك ما تقدرش توقف اللعيبة عن التدريب. طيب إيه العقوبة اللي هتحصل؟ ايا كان العقوبه اللي هتحصل، ايا كان الموضوع، انا بشوف ان ده شأن داخلي ما بين النادي واللاعبه، مش المفروض انه يكون للعلن. خلاص لاعبه يعني طلعت في تصريحات تلفزيونيه، طلعت في سوشيال ميديا، المفروض ان الشخصيات العامه السوشيال ميديا بتاعتها بتكون لا ادم في تعاقد او في حاجات زي كده بيكون في بنود في التعاقد متفق عليها. كان في حصل ان ايسل طلعت اتكلمت في احد البرامج التلفزيونيه، ايسل طلعت بتصريحات عندها على
البيج بتاعتها او الاكونت بتاعها على السوشيال ميديا، خلاص النادي خد الاجراء المناسب تجاه ايسل. ايسل نزلت تمرينها النهارده اول تدريب. ما يحدث هل هيكون في مثلا اجراء تجاه ايسل؟ اكيد الشؤون القانونيه هيكون في اجراء تجاه ايسل. طيب ده المفروض يبقى للعلن؟ لا، مش المفروض انه يبقى للعلن، والمفروض انه يبقى اجراء ما بين اللاعب وادارته او اداره النادي. تمام، فده شأن داخلي. طيب اللائحه بتقول ايه؟ اللائحه بتقول انك ما ينفعش تمنع اللاعب عن التدريبات. اللاعب بينزل تدريباته عادي، ولكن الاجراء او المخالفه او ما شابه او العقوبه اللي المفروض هتكون موجوده دي بتكون ما بين الشؤون القانونيه ومجلس اداره النادي. مع كامل الاحترام والتقدير لايسل نديم، ايسل نديم من اللاعبات اللي بجد لما تتعامل معاها عن قرب بنت مؤدبة جدا، بنت بيور جدا، بنت يعني بتموت نفسها داخل الملعب، ولكن هناك بعض التفاصيل في الأوض المغلقة اللي بتكون بين اللاعبة، في زيادة عقد، لا عقد ساري، لا النادي عنده ميزانية معينة، لا ما اقدرش ازود في عقد ساري، ما شابه كل الكلام ده، ده اوض مغلقة بين اللاعب ومجلس الادارة. طيب حد هيقول لي ايسل خرجت من الاوض المغلقة، حصل خلاص ومجلس الادارة اتخذ الاجراء المناسب، اما بعد ده بين اللاعبة ومجلس الادارة. الاهم ان بنتنا في التدريب، الاهم ان مايا مضت تعاقد النهارده بدون اي خلاف وبدون اي شروط وبدون اي حاجه خالص، لا كان في خلافات، لا كان في شروط، لا كان في اي حاجه. نقطه ومن اول السطر. يعني عشان يطلع ناس يقول لك لا ده زودوا لمين، لا ده زودوا لمين، لا ده زودوا لمين، لا مفيش الكلام ده خالص. في ميزانيه للفرقه، في عقود سارية، في عقود انتهت وتم التجديد ليها، خلاص نقطة ومن أول السطر. تفاصيل في الأوض المغلقة أنا شايفة أنها ما تخصش حد. الناس هناك، بعض الناس، بعض الناس يعني في ناس جددوا الأيسل، رادوا أيسل، جددوا المايا، دي ناس خايفة على 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 اللعيبة وعايزين اقصى يعني كل اللعيبه تجدد وعايزين نكسب وعايزين، دول اتفهمهم. بيطلع ناس بقى يقول لك ايه ده زودوا الايسل، ده هيزودوا المايا، ده هيزودوا مش عارفه مين. الناس بقى ده زودوا خلاص، وخد معلومه من الكواليس تم تزويد الناس دي، يعني مش تعرفوا توقعوا الفرقه. يعني في واحد او اتنين كده تلاقيهم دايما يقول لك ايه ده زودوا ايسل، ده زودوا مايا، ده مش عارفه ايه. انتوا مش تعرفوا توقعوا ما بين البنات وبعضها، ومش تعرفوا توقعوا الفرقه، فبلاش الكلام ده يعني، او براحتكم. هو عموما يعني كل اللي بتقولوه هو مغلوط، كل اللي بتقولوه هو معلومات مغلوطه. يعني دايما لما تكون انت مصدر ايا كان، حتى لو اكاونت والناس واخداك مصدر، خليك مصدر حقيقي، ما تبقاش مصدر معلوماتك كلها مغلوطه. ايسل زادت، ايسل خدت اعلان، ايسل طالعه اعاره، مايا زادت، مايا طالعه اعاره، مايا خدت اعلان، كل الكلام اللي انتوا بتقولوه مغلوط وعاري تماما من الصحه. كنت بفضل دايما الفتره اللي فاتت ان انا ما اتكلمش لحد ما يتم الانتهاء من الموضوع. دول بناتنا، محدش يقدر يتدخل ما بين مجلس اداره ولاعباته اللي هم اولاده. مفيش اي حاجه بتحصل عادي جدا في الاوض المغلقه في كل انديه مصر، وده شان داخلي ان يكون هناك بعض الخلافات، هناك بعض الاختلافات في الاوض المغلقه، ده طبيعي جدا جدا جدا، فده شيء مهم جدا كنت حابه اوضح. طيب احنا عندنا دلوقتي قصه عدلان، عشان لاخر مره انا يعني، او مش لاخر مره عادي لو حصل مستجدات هنتكلم فيها، ولا اخر ولا اول. قصه عدلان تاني، عدلان تم يعني النادي العدلان، طبعا نادي طلائع الجيش ادى الاستغناء مع النادي الاهلي. طيب الناحيه التانيه
توقيع اللاعب، توقيع اللاعب مع نادي الزمالك، هناك فيديو بالصوت والصوره نزل على السوشيال ميديا والناس كلها شافته عن رغبه عدلان بالصوت والصوره لوجود عدلان داخل نادي الزمالك ورغبه عدلان في تواجده داخل نادي الزمالك. طيب ايه اللي هيحصل الايام اللي جايه؟ خلينا نشوف. طب هل هناك ناس راحوا لعدلان من النادي الاهلي اتكلموا معاه؟ حصل. ناس راحوا لعدلان من نادي الزمالك اتكلموا معاه؟ حصل. ولكن اللي انا شايفاه واضح وصريح قدامي هو توقيع عدلان لنادي الزمالك، والاهم الفيديو اللي بالصوت والصوره اللي بيقول فيه عدلان وبيعلن عن رغبته لانضمامه لنادي الزمالك. الرغبه انا بشوفها اهم حاجه في الموضوع. لعيب بيقول انا عايز العب لنادي الزمالك، انا بشوف يا يلعب لنادي الزمالك يا يرجع ناديه، لكن مش معقولة هقدر أخليه يروح نادي هو ما أعلنش عن رغبته في تواجده داخل النادي الآخر. ده الموضوع بمنتهى البساطة. طيب هنروح دلوقتي لفاصل ونرجع مع بعد الفاصل نكمل حلقتنا مع حضراتكم، استنونا. تستضيف العاصمة الفرنسية باريس دورة الألعاب الأولمبية للمرة الثالثة في تاريخها، والتي ستنطلق يوم 26 من يوليو الجاري، بعدما استضافت مدينة النور دورتين من قبلهما 1900 و1924، وتسجل مصر مشاركتها في أولمبياد باريس للمرة الثانية، بحثاً عن إنجاز أولمبي غاب عن الفراعنة في المشاركة السابقة، حيث تواجدت مصر في أولمبياد باريس 1924 قبل أن تعود الأولمبياد مرة أخرى إلى العاصمة الفرنسية بعد 100 عام بمشاركة مصرية. شاركت مصر في أولمبياد باريس عام 1924 ببعثة ضمت 24 رياضياً في 9 ألعاب مختلفة، وهم محمد السيد في ألعاب القوى، وميشيل حداد في الملاكمة، وأحمد سالم ومحمد علي ومحمد مدكور في دراجات الطريق والمضمار، بجانب كريكور إيجاثون في الرماية، والذي شارك في منافسات السلاح أيضاً مع أحمد حسنين ويوسف مزراحي. كما ضمت البعثة المصرية في باريس 1924 أحمد سامي في رفع الأثقال، والثنائي إبراهيم مصطفى وأحمد رحمي في المصارعة، بجانب فريق كرة القدم الذي ضم 12 لاعباً. ولم تنجح البعثة المصرية في ذلك الوقت في الفوز بأي ميدالية، إلى أن فريق كرة القدم يمتلك رقماً تاريخياً في أولمبياد باريس 1924، والتي كانت شاهدة على تحقيق الفراعنة أول انتصار رسمي في تاريخ الأولمبياد. وكان منتخب مصر الأولمبي قد تأهل في أولمبياد باريس 1924 إلى الدور الثاني مباشرة لسابق مشاركته في النسخة السابقة، وضرب موعداً مع منتخب المجر وحقق الفوز بثلاثية دون رد بتوقيع كل من إبراهيم يكن وحسين حجازي وسيد إسماعيل قبل الهزيمة من منتخب السويد في ربع النهائي، ليحتل منتخب مصر المركز الثامن. كما كان منتخب مصر لكرة القدم هو الفريق العربي والإفريقي الوحيد المشارك في الدورة، التي شهدت مشاركة 22 منتخباً، منهم 19 منتخباً من أوروبا، ومنتخباً لأمريكا الشمالية، ومنتخب أوروغواي ممثلاً عن أمريكا اللاتينية، والمنتخب المصري ممثلاً عن قارة إفريقيا، والذي سجل مشاركته في الأولمبياد للمرة الثانية على التوالي. وتشارك مصر في أولمبياد باريس 2024 ببعثة مكونة من 148 رياضياً في 22 منافسة، لتسجل مصر رقماً تاريخياً آخر في باريس، حيث تعد البعثة الأكبر في تاريخ مشاركات مصر في الدورة الأولمبية، لتصبح باريس شاهدة على رقمين تاريخيين للبعثة المصرية. وتتطلع بعثتنا إلى تحقيق رقماً جديداً يضاف إلى سجل الإنجازات المصرية في الدورات الأولمبية. كل الدعم والتوفيق لأبطالنا إن شاء الله في أولمبياد باريس 2024. في العادي أنت بتستنى الأولمبياد بفارغ الصبر علشان تتفرج بجد على رياضة
تجنن يعني زي ما بيقولوا صفوة الرياضيين، بتتفرج على ألعاب أنت في العادي ما بتتفرجش عليها ولكن بتستنى الأولمبياد علشان تتفرج عليها، ده غير أن أنت بتكون متابع جيد جدا لكل الرياضات وخاصة اللي مصر هتكون مشاركة فيها واللي مصر هتنافس فيها. وإحنا الحمد لله يعني أكبر بعثة على مر التاريخ بالنسبة لمصر وأكبر بعثة عربية وغالبا أفريقية كمان، فطبعا حاجة عظيمة ومحترمة جدا. كل الدعم والتوفيق لأبطالنا في أولمبياد باريس 2024، وخلينا نروح لأهم الأخبار الخاصة بأولمبياد باريس 2024. بعثة منتخبنا الوطني للكرة الطائرة وصلت لباريس أمس استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس، وكان في استقبالها وفد من السفارة المصرية بيتقدمه الدكتور هشام عزت مستشار السفارة المصرية في باريس، وكمان محمد أمين مسؤول المراسم والعلاقات العامة بالسفارة. منتخب الكرة الطائرة هيلعب أول مباراة ليوم السبت اللي جاي 27 يوليو مع منتخب بولندا، وبعدين يوم 30 يوليو هيكون عنده مواجهة مع المنتخب الإيطالي، وهيختتم دور المجموعات بمواجهة البرازيل يوم 2 أغسطس. مجموعة صعبة جدا، يعني بولندا في إيطاليا في البرازيل، يعني ثلاث مدارس تقال قوي في الكرة الطائرة، ولكن كل الدعم والتوفيق لأبطالنا في الكرة الطائرة ومنتخبنا الوطني للكرة الطائرة. مفيش حاجة مستحيلة، وأنا دايما بقول إن يوم المنافسات بيختلف تماما، ولكن انت عارف ان البرازيل وبولندا وايطاليا من المدارس الثقيله جدا في الكره الطائره، ولكن اكيد ولادنا هينزلوا يوم المباراه هيعملوا اللي عليهم. ودايما بقول المهم التوفيق يوم المباراه، يوم المنافسات كل حاجه بتختلف، يعني بيبقى في حسابات وفي واقع وفي يقولك لا اصل الاحصائيات اصل التاريخ بيقول اصل النتائج بتقول، ولكن يوم المباراه ويوم المنافسه وارد جدا المفاجآت، يعني في حاجات انت عارف انها صعبه شويه ولكن المفاجآت محتمله جدا جدا، والتوفيق مهم جدا في اليوم ده، غير ان ولادنا هينزلوا هيبذلوا اقصى مجهود ممكن خلال المباراه. طيب عايز اقول كمان ان الفوج الثاني من بعثه مصر المشاركه في اولمبياد باريس هيسافر لفرنسا بكره ان شاء الله استعدادا للمشاركه في دوره الالعاب الاولمبيه، بعد ما سافر الفوج الاول امبارح لباريس واللي ضم منتخبات كره اليد والكره الطائره والرمايه والملاكمه والغطس والصراع والتجديف والقوس والسهم. الفوج الثالث هيسافر بعد بكره ان شاء الله، وهيتوالى طبعا سفر الافواج. بعدها هيكون الفوج الرسمي هيسافر يوم الخميس، واللي هيضم دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والدكتور علاء جبر رئيس بعثة مصر والمهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية وباقي أعضاء مجلس الإدارة واللاعبين. نروح للمنتخب الوطني لكرة اليد واللي خاض أول تدريب النهاردة في العاصمة باريس استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. منتخب اليد كان وصل فرنسا امبارح ضمن الفوج الأول للبعثة الأولمبية المصرية المشاركة في أولمبياد باريس 2024. منتخب اليد عنده مباراة ودية بكرة مع المنتخب الياباني، وده هيكون في البروفا الأخيرة قبل بداية المشوار في الأولمبياد. مواعيد مباريات منتخبنا الوطني لكرة اليد في أولمبياد باريس هيكون كالتالي: الجولة الأولى مصر والمجر 27 يوليو الساعة 12 ظهرا، الجولة الثانية مصر والدنمارك 29 يوليو الساعة 3 عصرا، الجولة الثالثة مصر وفرنسا 31 يوليو الساعة 8 مساء، الجولة الرابعة مصر والنرويج 2 أغسطس الساعة 10 مساء، الجولة الخامسة مصر والأرجنتين 4 أغسطس الساعة 12 الظهر. لما تبص على مجموعة منتخبنا الوطني لكرة اليد يعني بتتكلم إنه في ماتشات هي يعني زي ما بيقولوا هي الأصعب، وهي فرنسا والدنمارك، بعد كده المجر والنرويج يجوا وراهم على طول، بعد كده الأرجنتين. مهم جدا مهم جدا لو بتتكلم على أرض الواقع إن مصر تبقى داخلة في ماتشات كده
الموضوع يعني في ماتشات خلاص في الملعب انت بتنافس وبتعمل اللي عليك، وارد جدا جدا، انت منتخب تقيل، منتخب مش قليل، منتخب المحترفين عندك تقايل جدا جدا وعدد ما شاء الله وفي قمة نضجهم وحاجة عظيمة جدا جدا، بيشكلوا تقل كبير جدا لمنتخبنا الوطني، غير طبعا لعيبتنا المحليين اللي ايضا لعيبة يعني على مستوى كبير جدا جدا جدا. كل الدعم والتوفيق ليهم، ولكن انا بقول ان مصر عنده 3 مباريات لا تحتمل يعني الكلام، المفروض يبقى هو نازل فيهم بيحاول ان هو يضمن المباريات دي على قد ما تقدر، اللي هي المجر والنرويج والارجنتين. المجر والنرويج مش فرق سهله خالص، عشان بس الناس ما تقولش ايه يبقى احنا ضامنين المجر والنرويج والارجنتين. لا، المجر والنرويج منتخبات صعبه وتقيله جدا ومدارس تقيله وعنيده، ولكن المفروض ان هم اللي ورا الدنمارك وفرنسا. فانت المفروض لازم تبقى مركز بشكل كبير جدا على ال3 ماتشات دي، وتنزل مباراه الدنمارك وفرنسا انت مش باقي على حاجه، زي ما بيقولوا انت مش باقي على حاجه، انت بتلعب وبتبدع وما بتلعبش تحت ضغط، بتلعب جوه الملعب وبتستمتع وما تبقاش حاسس انك مضغوط وما تنزلش مستسلم او حاسس ان دي مباريات تقيله فانا مش، لا انت زي ما بيقولوا كده انت ما فيش حاجه باقي عليها في الماتشين دول، فانزل ويعني ابدع والعب واعمل كل حاجه خلال الماتشين دول، لان وارد جدا انك تعرف تخطف ماتش منهم. لكن الاكيد اللي لازم تبقى يعني لا نازل مش يعني انا بقول لك ايه، في الدنمارك وفرنسا انت مش باقي على حاجه، لكن في المجر والنرويج لا، انت لازم تاخد الماتشين، نازل تلعب على انك تاخد الماتشين، فنازل مركز في كل كوره وفي كل هفوه وفي كل شوطه ما ينفعش تضيع. وطبعا الارجنتين المفروض انها اكتر مباراه في المجموعه مضمونه، المفروض كل اللي انا بتكلم فيه ده هو الواقع أو يعني إيه الأقرب للواقع، ولكن أنا عندي إحساس إن شاء الله إن منتخبنا لا هيعمل مفاجآت خلال دور المجموعات، ولكن اللي أنا بقوله ده هو الواقع، الواقع اللي إحنا إيه لو بتتكلم بالورق والقلم والواقع يعني. لكن معنى كده إن ماتشين الدنمارك فرنسا مش هتكسبهم؟ لا، أنا عندي إحساس إنك لو نزلت مش بتلعب مضغوط، مش بتلعب بفكرة انك مش باقي على حاجة، لا تقدر ان انت تكسب، وده طبعا على حسب نتائجك وترتيب المباريات في المجموعة. الدنمارك وفرنسا هيكونوا ورا بعض بالمناسبة، قبليهم المجر اول مباراة، النرويج المباراة الرابعة، الارجنتين وهي المباراة الاقرب يعني بنسبة كبيرة المباراة الخامسة والاخيرة في المجموعة. كل ده يعني عبارة عن الأقرب للواقع يعني أو بالورقة والقلم، ولكن عندي إحساس إن منتخب اليد اللي دايما بيعودنا على المفاجآت وعلى إنه بيرفع سقف توقعاتنا وطموحاتنا معاه، قادر إنه يعمل مفاجآت كبيرة إن شاء الله خلال دور المجموعات في الأولمبياد، لأنه دور المجموعات مهم جدا هيسهل عليك المهمة في الدور اللي وراه. طيب نروح للبعثات العربية اللي هتشارك في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، واللي بدأت في التوافد على العاصمة الفرنسية باريس. البعثات العربية هتشارك بأكبر عدد في تاريخ المشاركات الأولمبية، خصوصا وإن 22 دولة عربية هتشارك في الحدث الأكبر بإجمالي 460 رياضي، منهم 314 لاعب و146 لاعبة. وطبعا البعثة المصرية هي الأكبر في البعثات العربية بمشاركة 148 لاعب ولاعبة، ده غير 16 لاعب احتياطي. والأول مرة على فكرة يعني متعودين ان اللاعبين الاحتياطي بيكونوا برا القرية الأولمبية، المرة دي هيكونوا جوه القرية الأولمبية بالمناسبة يعني، فده شيء برضو مهم جدا وبيفرق معنويا جدا جدا مع اللاعبين. نروح لمنتخب ألمانيا لكرة اليد، واللي هيغيب للأسف عن حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 واللي هيقام يوم الجمعة اللي جاية. يوهانس جولا قائد منتخب ألمانيا لكرة اليد قال في تصريحات إعلامية
ان الفريق لن يتواجد في حفل افتتاح الاولمبياد، وده بسبب ارتباط المنتخب بمواجهه قويه ضد السويد في اليوم التالي بافتتاح مشواره في الاولمبياد. اليوم التالي للافتتاح، يعني الحفل الافتتاح هيكون تاني يوم عندهم مباراه السويد، فمش هيقدروا يحضروا حفل الافتتاح عشان يبقوا مركزين اكتر. كابتن منتخب المانيا قال ان قرار عدم التواجد في حفل الافتتاح زي ما بقول لحضراتكم لضمان اكبر قدر من التركيز قبل مواجهة المنتخب السويدي واللي حقق 4 ميداليات فضية في الأولمبياد ومرشح بقوة للمنافسة في أولمبياد باريس 2024. نروح للجنة الأولمبية الأمريكية اللي أعلنت النهاردة أنها منحت نجم كرة السلة ليبرون جيمس شرف حمل العلم الأمريكي في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 واللي هتتلعب في الفترة من 26 يوليو والحد 11 أغسطس اللي جاي. بيان اللجنة الأولمبية الأمريكية قال إن الرياضيين الأمريكيين اختاروا النجم ليبرون جيمس أفضل هداف في تاريخ الدوري الأمريكي لمحترفي كرة السلة لمهمة حمل علم الولايات المتحدة الأمريكية في حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024. البيان قال كمان أنه هيتم الإعلان عن اللاعبة اللي هتحمل العلم في افتتاح أولمبياد باريس مع ليبرون جيمس يوم الثلاث اللي جاي، لأن زي ما حضراتكم عارفين بيكون في هناك سيدة بتحمل العلم مع رجل في الأولمبياد عن كل دولة. طبعا زي ما عارفين أن منتخب الولايات المتحدة الأمريكية لكرة السلة فاز بذهبية أولمبياد طوكيو وبيسعى للفوز بالميدالية الذهبية الأولمبية الخامسة على التوالي وال17 في تاريخه. طيب نروح للاعب التنس الإيطالي يانيك سانر اللي حافظ على صدارة التصنيف العالمي لمحترفين التنس اللي صدر النهاردة. تصنيف محترفي التنس شهد تغيير واحد في المراكز العشرة الأولى، وكان من نصيب النرويجي كاسبر رود اللي فاز أو قفز للمركز الثامن، وتراجع الروسي أندري روبليف للمركز التاسع. الإيطالي يانيك سانر هيشارك في أولمبياد باريس 2024 في منافسات الفردي والزوجي إلى جانب لورانو موسيتي، وطبعا سانر هيشارك في الأولمبياد للمرة الأولى في مسيرته بحثاً عن أول إنجاز أولمبي والتتويج بميدالية أولمبية. ترتيب المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للتنس، طبعاً يانيك سانر كان في صدارة التصنيف، وفي المركز الثاني نوفاك جيكوفيتش، المركز الثالث كارلوس ألكاراز، في المركز الرابع ألكسندر زفريف، في المركز الخامس دانييل ميدفيديف، في المركز السادس أليكس ديمينور، والمركز السابع هوبرت هاركتش، والمركز الثامن كاسبر رود، وفي المركز التاسع أندري روبليف، وفي المركز العاشر غريغور داميتروف. دي يمكن تصنيف المراكز أو ترتيب المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للتنس. بعد ما خلصت أخبارنا عايزة أقول أنه كالعادة لكل قصة بطل ولكل بطل حكاية، وبطل قصتنا النهاردة كابتن خضر التوني معجزة رفع الأثقال الأولمبية. هنروح للتقرير وبعد التقرير هنطلع لفاصل، وبعديها هنستقبل في الفقرة الثانية الحوارية الوافدة الجديدة بسنت محمد لاعبة الزمالك للكرة الطائرة، واللي هتكلمنا عن كواليس انضمامها وعن شعورها بانضمامها نادي الزمالك وطموحاتها مع فريق الكرة الطائرة للسيدات خلال الموسم المقبل. ولكن بعد التقرير والفاصل انتظرونا. الأولمبياد دايما بيكون فيها قصص وحكايات كتير، وبتكون شاهدة على مولد أبطال وأساطير. وقبل انطلاق أولمبياد باريس 2024 هنحكي قصة البطل والرباعي المصري الأولمبي خضر التوني، أسطورة رفع الأثقال اللي كان وما زال حديث العالم كله بعد ما خطف الأضواء في أولمبياد برلين 1936 وحطم كل الأرقام القياسية وكتب اسمه بحروف من ذهب في سجل العظماء وأساطير لعبة الأوناش. خضر التوني اللي اتولد في شهر ديسمبر سنة 1916 في حي بولاق أبو العلا بالقاهرة،
وعشق رفع الأثقال من الطفولة، وابتدى يمارس هوايته في نادي شبرا الرياضي، وقدر يحقق أكتر من بطولة على مستوى الجمهورية، وبعدها حقق حلمه وانضم لمنتخب مصر قبل أولمبياد برلين 1936 بفترة قصيرة. بطل قصتنا سموه معجزة رفع الأثقال والقاطرة المصرية وأقوى رجل في العالم، بعد ما حطم 12 رقم قياسي عالمي وثلاث أرقام أولمبية، وأبهر العالم كله في أولمبياد برلين، وقهر كل المنافسين وحصد الذهب الأولمبي. خضر التوني دخل أولمبياد برلين في منافسات الوزن المتوسط اللي كان بيحتكرها الألمان بقيادة البطل أزماير رودولف، صاحب ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس 1932، ومواطنه أودولف فانجر المرشح الثاني للمنافسة على الميدالية الذهبية. هنا صدقت حلمي وبدأت، شعار رفعه خضر التوني في برلين سنة 1936، وقدر يفاجئ الجميع ويقهر أبطال العالم ويحطم ثلاث أرقام أولمبية بعد ما رفع مجموع أوزان 387.5 كيلو جرام، وحقق الميدالية الذهبية بفارق أكتر من 35 كيلو جرام عن الألماني أزماير رودولف. خضر التوني رجع للمشاركة في أولمبياد لندن سنة 1948 بعد إلغاء أولمبياد 1940 و1944 بسبب الحرب العالمية الثانية، وكان مرشح بقوة لتحقيق الميدالية الذهبية الثانية، لكن للأسف اتعرض للإصابة بالتهاب في الزائدة وتم نقله للمستشفى في لندن، وطلب منه الأطباء الانسحاب خوفا من انفجار الزائدة، لكنه أصر على اللعب رغم الخطر اللي كان بيهدد حياته، وشارك وحقق المركز الرابع. البطل الأولمبي حقق إنجازات كتير غير ذهبية أولمبياد برلين، منها الميدالية الذهبية ثلاث مرات في بطولة العالم أعوام 1946 و1949 و1950، وبرونزية العالم سنة 1951، وقدر يحافظ على أرقامه وبطولاته لمدة 15 سنة علشان يتم تكريمه ويتحط اسمه في صدارة قائمة عظماء رفع الأثقال في التاريخ اللي بيعلن عنه الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، وبتضم أعظم 50 بطل في التاريخ، واحتل فيها خضر التوني المركز الأول لفترة طويلة جدا من دورة برلين سنة 1936 لحد سنة 1996. بطل قصتنا كان بيشتغل مفتش في وزارة التربية والتعليم بجانب ممارسة لعبة رفع الأثقال لحد ما توفى في حادث مأساوي صعقا بالكهرباء، وده حصل في بيته سنة 1956، ليرحل عن عالمنا ويترك خلفه إنجازات تخلد ذكراه على مر العصور، بعد ما أجبر الألمان على إطلاق اسمه على أحد أكبر شوارع برلين، وكمان تم إطلاق اسمه على أحد الشوارع في مدينة نصر وحلوان واسكندرية. مش بس كده، ده كمان هيئة البريد أصدرت طابع خاص باسم وصورة البطل الأولمبي خضر التوني. إنجازات كتير وأرقام قياسية عالمية وأولمبية قدر يحطمها البطل المصري خضر التوني علشان يكتب اسمه بحروف من ذهب في سجل عظماء رفع الأثقال ويبقى أسطورة أولمبية خالدة على مر العصور.
عودة لحضراتكم مرة أخرى، ولسه مكملين حلقتنا من ملوك الصلاة. ومنوراني وشرفاني النهاردة الوافدة الجديدة المنضمة حديثا لصفوف سيدات الكرة الطائرة بسنت محمد. نورة الدنيا بسنت. ربنا يخليكي، شكرا، ميرسي. دكتورة بسنت. دكتورة. دكتورة بسنت. الدكاترة كتروا عندنا في الحلقات اللي فاتت. صح. كان معايا برضو يعني في كذا حلقة قبل كده كان معايا دكاترة وتقى من الشمس، دكتورة برضو علاج طبيعي، بس انتي بشري. انا طب بشري او عين شمس. طب بشري. هي علاج طبيعي. علاج طبيعي. فالدكاتره وعندنا سابين اصلا كمان. لا والله. سابين دكتوره علاج طبيعي برضه. طب ده حلو قوي. فعندنا دكاتره كتير. زمايل عمل، عشان زمايل بقى. زمايل عمل. بالظبط. يعني منوروني وشرفاني. ربنا يخليكي. والنهارده في القناه وسعداء جدا تواجدك معانا، وببارك لك على انضمامك طبعا لسيدات الكره الطائره. الله يبارك فيكي، ميرسي. طيب في البدايه كده عايزاكي تقولي لي مين تفاوض معاكي؟ المفاوضات جت ازاي؟ خدت وقت ولا ما خدتش؟ شويه كواليس كده عشان الناس تبقى عارفه. لا خالص، المفاوضات كانت الحمد لله سهله قوي، وكانت ماشيه سلسه خطوه بخطوه. كابتن احمد فتحي يعني ربنا يكرمه كلمني وتواصلنا مع بعض، وفضلنا ماشيين واحده واحده لحد ما الحمد لله مضيت. والموضوع كان سهل قوي بصراحه، يعني الحمد لله. انت فري طبعا. انا فري بلاير. انا مخلصه عقد. فري. بس فده بيسهل الاجراءات شويه. بالظبط، يعني على عكس ما حد بيبقى لسه بيلعب في نفس النادي فيضطروا ان هم يشتروه او حاجه يعني. صحيح. جالك اي اوفرز تانية غير الزمالك؟ كان عندي كذا اوفر، جالي كذا نادي يعني محترم الحمد لله، بس بصراحه نادي الزمالك كان بالنسبه لي فرصه كبيره جدا. ده النادي اللي انا اصلا من زمان، انا اصلا زملكاويه وعيلتي كلها زملكاويين، فدي كانت فرصه بالنسبه لنا انه لا انا لازم امسك في الفرصه دي. يعني ده فخر لاي بنت ان هي تبقى عايزه تلعب تحت شعار نادي الزمالك، واصلا التيشيرت نفسها يطلع منها كده فخر كده انه لا طبعا. فصراحه لما جات لي عرض نادي الزمالك ما قدرتش بصراحه اقاوم. غير كمان موضوع نادي الزمالك اللي طبعا شرف لينا كلنا، انتمائنا لنادي الزمالك، بيفرق معاكي قد ايه لما في المفاوضات انه انا هلعب كاس العالم للانديه؟ لا طبعا، ده بلس بقى انه مع الزمالك يعني. بالظبط، ده كاس العالم اصلا، كاس العالم بتاع الانديه ده يعني بطوله عظيمه اصلا، مش يعني انترناشونال كمان، واي بنت تحلم ان هي تبقى تلعب بطوله زي دي. هننافس نوادي كبيره قوي، وخصوصا كمان ان انا بلعب مع نادي الزمالك ومع فرقتي، وبعدين مع كابتن احمد طبعا، كابتن عظيم. طبعا يعني انا اتمرنت معاه كذا مره في المنتخب. بصراحه كابتن بيعلي جدا 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 نفسيا ثقتي في نفسي، وان انا اصلا كمان بلعب بقى مع نادي الزمالك، ده في حد ذاته اصلا يخليني عايزه ان انا اروح العب وعايزه اكسب. لو انا مش رايحه كده يعني، لا انا رايحه العب وانافس على البطوله، فهي بطوله اصلا مهمه قوي بالنسبه لنا يعني. اتكلمتي مع البنات اول ما بدات المفاوضات ليكي ناس قريبه منك في الفرقه؟ عايزاكي تحكي لي اكتر عن القصه دي. فرقه الزمالك في منهم كتير كنا مع بعض في المنتخب عشان انا 99، ففي كذا حد في المنتخب 99 و98، فطبعا اتمرنت معاهم في المنتخب كتير. وفي منهم طبعا عشان احنا بنلعب ماتشات وحاجات كده فبنتقابل، طبعا في ناس كتير منهم صحابي. لما اتمرنت امبارح كانت اول تمرينه، لما نزلت طبعا كلهم رحبوا بيا جدا، وهم كلهم جمال بصراحه، البنات كلها جميله، كلهم رحبوا بيا واللي هو مبروك واحنا مبسوطين تلعبي معانا، وانا كمان مبسوطه جدا ان انا بلعب معاهم، خصوصا اصلا ان في كذا بنت جم من عندنا في الشمس، يعني تقى ما شاء الله برده دي صاحبتي جدا كانت في الشمس معايا، انا مبسوطه جدا انا رحت لعبت معاها في نفس المكان. وفي بنات بقى كتير بقى، مريم متولي ومريم مصطفى، وفي برده نهى زهور، وفي بنات كتير قوي يعني مش عايزه اذكر او يعني مش ما انساش حد، بس كلهم بجد صحابي يعني، فريده عسقلاني ومايا والناس دي كلها، كل دول صحابي. طيب حلو جدا. يعني انت مش حاسه باي غربه خاصه في تقى يعني؟ بالظبط، في تقى. طالما في تقى فده كده راحه نفسيه بالنسبه لي. اكيد يعني انتوا سنين وسنين كنتوا مع بعض، لعبنا كذا سنه مع بعض في نادي الشمس، فمبدئيا يعني انتوا الاثنين هتسهلوا المهمه كمان على بعض ان انتوا تقدروا تندمجوا وسط الفرقه يعني. بالظبط بالظبط، هناخد بايد بعض كده بحيث ان احنا يعني ندخل جوه كده روح الفريق يعني. صحيح. قولي لي بدأنا فولي عندنا كام سنة؟ أنا بدأت فولي من وأنا 7 سنين في نادي الشمس. حلو قوي. فضلت بقى بلعب في الأول، لعبت في المدارس، وبعدين لعبت سنة بس في المدارس، وبعدين دخلت على طول بقى تحت ال8 سنين فرقة، وكنت بتصعد مثلا اللي هو بتصعد الفرقة الأكبر أو اللي بعدها كمان، لحد ما وصلت للفيرست تيم، يعني تقريبا بقالي 18 سنة كده بلعب فولي. شاركنا مع المنتخب ولا؟ شاركت مع المنتخب، لعبنا هنا كانت بطوله مهمه قوي قوي قوي، بطوله تونس، البطوله سوري الافريقيه، لعبنا فيها فريق تونس.
البطوله دي كانت صعبه قوي قوي، لان خصوصا هي بتتلعب اصلا هنا على ارضنا، فالبطوله بجد كانت صعبه قوي يعني، كانت في الملعب الماتش جوه الملعب صحيح، فكانت البطوله مهمه قوي بالنسبه لنا بصراحه. قولي لي ليه لما جينا بدانا واحنا عندنا 7 سنين اخترنا الكره الطايره مش حاجه ثانيه؟ هو انا اصلا يعني انا اصلا عيلتي رياضيه، وفي منهم كانوا بيلعبوا هاند بول وباسكت وكده، فانا اوريدي كنت ببص على كذا لعبه، انا كنت بحب اللعب الفرديه جدا. فانا اخترت الفولي لانه الفولي يعني لعبه جميله، اولا لعبه بنوتاتي كده جميله، وانا كمان يعني بحب اللعب الجماعيه، لان هي بصراحه اللعب الجماعيه دي هي اللي بتنمي الشخصيه في الواحد يعني. طبعا وبابايا ومامتي بصراحه هما كمان شافوا الحته دي، اللي هو لا لازم تدخلي حاجه جماعيه زي الفولي كده، بحيث ان انت يعني تنمي شخصيتك، ويعني يبقى عندك مسؤوليه كده كبيره ان انت بتلعبي وباسم النادي وبتاع، فعشان كده اخترت الفولي بصراحه. كليتك كليه عمليه وحتى يعني بعد كده لما انت في سنه الامتياز صح كده؟ انا كده سنه امتياز حتى لما تيجي تخلصي يعني برضو حتى شغلها هيكون مش اسهل حاجه، انت تخصصتي حاجه معينه ولا لا؟ احنا في الامتياز ما بنتخصصش لسه، بنقعد نلف على التخصصات، بطنه، جراحه، نساء، اطفال كده، بنقعد نلف عليهم شهرين شهرين كده، وبعدين بنخلص سنه الامتياز دي، وبعدين بيبقى فيه 3 سنين اسمهم نيابه. هي النيابه دي بقى اللي انت بتتخصصي فيها مثلا، بس مش بيبقى برضو بمزاجك يعني، بيبقى على حسب الدرجات بتاعتك بتاعت ال6 سنين. اوكي. ده انت تركم. نفسك تتخصصي ايه؟ والله وانا مفيش حاجه دلوقتي قوي في بالي، عشان احنا في الامتياز بنقعد نلف، فكل شويه حاجه تعجبني يعني. انا مثلا لفيت على الجراحه، عجبتني الجراحه جدا جدا. بطنه انا كنت حابه بطنه اكتر، بس لما دخلت الجراحه حبيت الجراحه اكتر بكتير بصراحه. ولسه بقى فاضل لي كذا تخصص تاني يعني، لسه بلف عليهم اشوف بقى انا حابه ايه. بس انا احساسي يعني هتمشي في تخصص الاطفال. الاطفال؟ يعني هتبقي مريحه للاطفال جدا يعني. انا بحب الاطفال عامه، بس هو تخصص صعب قوي، لانه الطفل ما بيعرفش يعبر عن الشكوى اللي عنده. فمحتاج حد يبقى يعني اكسبرت قوي في ان هو يفهم الشكوى بتاعت الطفل او من مامته، عشان طبعا هو الطفل ما بيعرفش يقول حاجه يعبر يعني. صحيح. فدي بتبقى صعبه قوي يعني، اصعب كتير بالنسبه لي من الجراحه ومن البطنه ومن كل حاجه بصراحه. دي معلومه مهمه برضه جدا. صحيح. طيب قولي لي، فكره ان انا اجي نادي الزمالك، طبعا نادي الزمالك طبعاً. الموسم اللي فات البنات ما توفقوش في اول 3 بطولات، ولكن الريمونتادا اللي حصلت في البطوله الافريقيه نسيتنا ال3 بطولات التانية طبعاً يعني طبعاً. هي الأهم والأكبر بالتأكيد، وهي يعني كمان اللي مؤهلة لبطولة العالم لكأس العالم للأندية. قوليلي شفتي الموسم اللي فات ازاي؟ اتفرجتي على البطولة الأفريقية طبعاً. شفتي النهائي، حسيتي ايه؟ كان مشاعرك عاملة ازاي؟ انت بتلعبي في الشمس لسه، زمالك لا كانت فوض معاكي ولا أي حاجة بالزبط. كان إحساسك ايه في المباراة والشوط الرابع؟ احكي لي كده. هو أصلا البطولة من أولها لآخرها البنات بصراحة رجالة رجالة، وقفوا على رجليهم لآخر نفس. طبعا الفاينل كان صعب جدا جدا جدا، بس هم البنات ما شاء الله عليهم بجد رجاله، فضلوا ينافسوا لاخر لحظه. الماتش كان في الملعب جدا بصراحه، وطبعا الشوط الرابع ده كان كارثي، كان مخلينا كلنا قاعدين اللي هو مش متوترين جدا، كاني جوه في الملعب بلعب معاهم بالظبط. ده خلى عندي حماس اللي هو لا انا عايزه السنه الجايه، انا نفسي اكون بلعب في البطوله دي السنه الجايه. بطولة كانت كبيرة جدا، هي اللي عوضتهم اصلا على البطولة كل البطولات صحيح. المحلية بصراحة صحيح. وهي اصلا اكبر واعظم، لان هي كمان المؤهلة لكأس العالم للأندية. فبصراحة البنات كانوا رجالة جدا في الملعب يعني، انا كنت مبسوطة في بجد. في الشوط الرابع توقعت ان الزمالك هيرجع 19-14 باقي 6 نقط، الاهلي ياخد البطولة كلها؟ بصراحة ما توقعتش يعني، انا كنت شايفة ان البنات مش هتستسلم يعني، انا شايفة ان جواهم وحاسة بيهم البنات مش عايزة تستسلم. كلهم نازلين كده اللي هو لا انا هكسب يعني، فيها ايه ما يبقى 19-14 فيها ايه يعني. لسه انا لسه حتى طالما الجيم ما خلصش يبقى لسه فيه. فانا صحيح. كنت شايفة ان البنات بصراحة يعني كانوا عاملين احسن اداء، وما كانش فيه غلطة بصراحة في الملعب يعني، فما شاء الله عليهم، لا عرفوا ان هم يعملوا ريمونتادا عظيمة بصراحة. صحيح. مركزك مركز صعب اصلا يعني، انتوا اللي بتلموا ورا اللعب كله. ايوه صح. فمركزكم مركز صعب بجد، وموجود فيه في نادي الزمالك لعيبه تقايل، مريم وايسل نديم ويعني مريم وايسل يعني وايسل ومريم الاثنين بصراحه لعيبه تقال جدا طبعاً. لعيبه طبعاً. زي ما بيقولوا كده يعني بيسفوا التراب في الملعب الحقيقه يعني، حماسيين جدا، محاربين جدا يعني طبعاً. يمكن شفنا طبعا ايسل الفتره الاخيره وفي أيوة البطولات طبعاً. الاخيره مريم كانت مصابه ورجعت من الاصابه، شاركت بنسبه مش قليله وعملت اللي عليها وزياده طبعاً. ايسل محاربه جوه الملعب طبعا. فبتشوفي المنافسه في المركز ده شايفاها ازاي؟
لا طبعا المركز صعب جدا جدا جدا، اولا عشان المركز نفسه هو نفسه اللعب فيه صعب، طبيعته صعب. محتاجة ان انت على طول تبقي نايمة على الارض، اللي هو مستنية كورة وبتكسبكت الكورة باي طريقة. كمان اللعيبة في المركز، اللعيبة فعلا تقال قوي ما شاء الله، ايسن ومريم تقال جدا ما شاء الله. وعلى فكرة حماسهم ده وان هما بيبقوا عايزين يلعبوا بيخلوكي انت شخصيا عايزة تبقي زيهم وعايزة تنافسي معاهم على نفس المكان. وهما بصراحة ما شاء الله عليهم، هما حلوين جدا 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 وعملوا انجاز بصراحة مع نادي الزمالك كبير طبعًا. الصراحة فطبعا المركز، لا المركز صعب يعني، ما حدش يقدر يقول حاجة يعني. جدا، ربنا معاكم يا رب. صحيح. طيب المنافسة شفتيها الموسم اللي فات باستثناء بقى البطولة الافريقية، المنافسة شفتيها ازاي الموسم اللي فات، سواء في الدوري في الكاس في السوبر، ايه اللي حصل وانتوا كنتوا عاملين فينا حاجة مش حلوة خالص في قبل نهائي الكاس؟ يلا ربنا يسامحكم. قوليلي المنافسة، قوليلي المنافسة شفتيها ازاي، ايه المشكلة اللي كانت بتواجه الزمالك عشان ما يقدرش يفوز بالثلاث بطولات دول؟ هو اصلا الدوري المصري اصلا والكاس وكله صراحة تقيل قوي، الفرق بصراحة كلها تقيلة، الفرق كلها بتدعم كل سنة عن التاني، بتدعم أقوى من الأول، وكل الفرق أصلا بتبقى حاطة عينيها على المكسب، سواء أنا بلاعب أي فرقة أنا عايز أكسب، فبيخلي الدوري صعب قوي يعني، الفرق مش سهل خالص أنت تكسبيها. نادي الزمالك أنا شايف أن ده ما كانش توفيق من عند ربنا، البنات بصراحة عملوا اللي عليهم وده بس ما كانش توفيق من عند ربنا. مش يعني حاسه ان البنات كده كده عملوا اللي عليهم، وبصراحه هم عوضونا عن الكلام ده في البطوله الافريقيه، يعني مش شايفه انه كان في حاجه معينه، ممكن كان مثلا سوء تفاهم ما بينهم او اي حاجه، بس مش شايفه انه في اي ديفكت يعني حصل. صحيح. شايفه ان هم قدروا يتداركوا ده ويجيبوا البطوله الاهم في نهايه الموسم. ده حقيقي جدا جدا. طيب عايزه اعرف منك يعني شايفه انك محتاجه تعملي ايه علشان تدخلي وسط الفرق اكتر، تبقي يعني على اتم الاستعداد للمشاركه في كاس العالم للانديه، وهي بطوله عظيمه جدا جدا. يعني ممكن تبقى الناس شايفه انه صعب جدا الزمالك يقدر في اول مشاركه ليه انه يقدر يحقق مركز مثلا، لكن انا متوقعه ان بناتنا يعني يقدروا يعملوا مفاجآت، لكن المنافسه هناك صعبه، شايفه الاستعداد ازاي؟ لما شاركتي مع الفرق امبارح في التدريب شايفه الاجواء ازاي؟ حاسه ايه؟ لا بالعكس يعني، هو اصلا اول حاجه انه انا بتمرن مع كابتن احمد فتحي، بصراحه كابتن عظيم بصراحه، بيمرن على اعلى مستوى، بيبقى عايز البنت تطلع كل اللي عندها، بيدي ثقه للعيبه، فبتحسي ان انت بتلعبي وانت مرتاحه نفسيا، كابتن واثق فيا، فانا محتاجه ايه اكتر من كده؟ طبعا. فكابتن احمد بصراحه كابتن عظيم، مخلي الفرقه حاطه طموحها انه انا مش رايحه البطوله عشان العب كده وخلاص، لا انا رايحه انا بنافس، انا فرقه صحيح. كبيره وفرقه كبيره قوي في يعني في بلدي، فانا رايحه انافس، وانا كمان رايحه باسم بلدي، انا بلعب باسم بلدي هناك، فانا لا انا هنافس على اعلى مستوى، ومفيش حاجه اسمها مستحيله يعني، مفيش حاجه اسمها مستحيل خالص. لا طبعا، طالما انا رايحه بالتارجت بتاعي ان انا اكسب فده مش مستحيل بصراحه خالص. وبنات اصلا يعني بنات كويسين جدا جدا جدا، التمرين كان جد جدا، البنات عايزين جدا يروحوا البطوله، واحنا عايزين نكسب هناك، عايزين يبقى شكلنا حلو جدا ونبقى بننافس، ما نبقاش رايحين يعني مش عايزين نخسر من اي حد، بالعكس احنا عايزين نكسب. كابتن احمد حاطط جوانا الحته دي انه احنا مش رايحين نكسب، مش رايحين سوري يعني نلعب كده وخلاص، مشرف والجو ده. احنا رايحين نلعب يعني، احنا هنخسر ايه؟ ما فيش اي حاجه نخسرها خالص هناك، بالعكس احنا رايحين باسم بلدنا، رايحين نكسب. والتمرين طبعا التمرين كان حلو جدا جدا، تمرين بيعلي جدا، كابتن احمد اصلا تمارينه بتعلي جدا المستوى. وطبعا معايا كابتن اكرامي وكابتن اشرف وكابتن بلال، كلهم اصلا بيساعدونا جدا وبيحفزونا جدا ان احنا نروح البطوله دي ونلعب. صحيح. صحيح. قولي لي اتدربتي مع كابتن احمد فتحي فين قبل كده؟ اتمرنت معاه في المنتخب. اوكي. فيعني انا متعوده على كابتن احمد عشان اتمرنت معاه في المنتخب كذا مره، وعارفه تمرينه وعارفه طريقه معاملته للناس عامله ازاي، هو كابتن محترم جدا 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 بصراحه وجميل جدا، انا بحبه جدا بصراحه. بيفرق معاكي لما تحسي ان المدير الفني هو اللي فارق معاه المصلحه العليا طبعاً. اللي فارق معاه ان هو بيحبش ويكره، هو كل الناس عنده زي بعضها، بيفرق معاكي كلاعبه ازاي؟ هو بيفرق مع اي، انا اظن ان هو مع اي لعيبه بتفرق معاها، طالما المدير الفني بيحترمها ومحسسها ان انت اللي هيلعب في الملعب هو الاكفأ والاحسن واللي بيثبت نفسه اكتر، ده بيدي للعيبه اصلا ثقه في نفسها انه انا عايزه العب وعايزه، ويبقى في منافسه شريفه ما بيننا وما بين بعض.
كابتن احمد فتحي بيعمل كده، بيعلي المستويات كلها، واللي تقدر ان هي تثبت نفسها هي دي اللي بتلعب في الملعب. فطبعا ده بيفرق مع اي حد انه كابتن يبقى محسسك ان انت لعيبه تقيله، وان انا بمرنك انت زي صاحبتك زي زميلتك زي اي حد، ده بيفرق كتير جدا طبعا يعني مع طبعا. اي لعيب طبعا. قولي لي فتره الاعداد عامله ازاي؟ انت جربتي تمرينه كده؟ صعبه جدا. صعبه تقيله جدا طبعا. تمرين الفتنس بيبقى تقيل قوي، لانه احنا محتاجين طبعا لياقه بدنيه عاليه قوي عشان نقدر ننافس. وكده كده الفولي بيبقى اللي هو في الاول خالص، ده بتاع السيزون الاولاني، ده بيبقى فتره الاعداد صعبه جدا. على هي اللي بتقوينا تخلينا نكمل الموسم كله، بس في نفس الوقت اللي هو هي هتخلص امتى بقى؟ هنخلص امتى من فتره الاعداد؟ هننقل على اللي بعدها امتى؟ هننقل على اللي بعده امتى؟ ايوه. بس فهي لا يعني هي صعبه شويه الصراحه، يعني الفتنس بيبقى تقيل قوي قوي، لان هو عايز يوقفنا على رجلينا بقى، احنا بنبدا السيزون. وفي نفس الوقت برضو الفولي بيبقى صعب، لانه اصلا بنبقى عايزين بقالنا فتره، فان احنا اصلا نسترجع بقى السكيل نفسها دي بتبقى شويه تقيله يعني. المركز بتاعكم سنس شويه يعني؟ اه طبعا. لازم طول الوقت يبقى عندك حساسيه الملعب وحساسيه الكوره وحساسيه تحركاتك وتوقع الكوره ورد الفعل بتاع الكوره، ان انت شايفه الكوره رايحه فين، ومحتاجه ان انت تبقي على طول قريبه من الارض عشان تقدري تقعي على الارض بسهوله وتبقي سريعه، الفوت ورك بتاعك يبقى سريع. طبعا مركز محتاج سكيلز عاليه جدا بصراحه. محتاج تمرين اكتر، محتاج طبعاً. شغل اكتر بيبقى يعني. ليه شغل وموحد كده ليه لوحده كده، مختلف عن بقيه الفرقه، لانه فردي. هو انا بحس ان انتوا محتاجين تمرين فردي طول الوقت. طول الوقت بيتدرب علينا، طول الوقت بنقع بليس مش عارفه ايه كده طبعا. لا المركز نفسه تقيل بصراحه. انا بحسه يعني صعب قوي، لانه مبدئيا يعني احنا في المركز بتاعكم ده شايلين الملعب كله، شايلين الملعب بتتبهدلوا. ايوه دي حقيقه. فهو مركز تقيل بدني وسنس، وانك تبقي طول الوقت بتتوقعي الكوره زي ما انت بتقولي بالظبط. مركز يعني هو بيلم ورا الناس كلها، ف بالظبط مهم جدا. والاستقبال ده اصلا لوحده سنس، استقبال لوحده اصلا ان الكره تبقى جايه لك من بعيد قوي كده جايه عليكي، انت بتبقي محتاجه ان انت تبقي واقفه الثقه قوي انه لا انا هطلع الكره وهتطلع صح قوي. الديفنس محتاجه ان انت على طول على الارض، لان الكره اصلا سريعه جدا، فمحتاجه ان انت تتوقعيها وتبقي على الارض، بحيث ان اول ما الكره تبقى قريبه منك تبداي تجيبيها. طبعا مركز تقيل مهم جدا. انا مهم جدا. طيب قولي لي، طبعا نادي الشمس نادي كبير جدا طبعاً. وانا بشوف ان نادي الشمس من الانديه اللي عندها ميزه كويسه جدا، بيطلع قطاعات ناشئين محترمه، بينافس على البطولات في قطاعات الناشئين بشكل كبير، فبيقدر يفرز لعيبه كتير جدا في جميع الالعاب من قطاعات الناشئين عنده. انا دايما بقول ان شويه الانديه الجماهيريه، الضغط الجماهيري بيخلي اللعيب ايه، هو ده نازل يلعب على بطوله، فهو الفكره ان هو طول الوقت هو محطوط تحت ضغط وفكره انك بتلعب على بطوله، فده ضغط جماهيري طبعا. يمكن شويه في الانديه الثانيه انت بتعرفي تبدعي وانت بتلعبي، ما عندكيش حاجه يعني ما عندكيش الضغط الجماهيري. قولي لي فكره ان انا بنتقل من نادي هو مش جماهيري ولكن هو فيه ابداع، فيه لعب باريحيه، في منافسه. طبعا انتوا وصلتوا نهائي كاس مصر في السيدات، فيعني انتوا بتحققوا بالزبط. الاريحيه دي اوقات كتير بتودي للمرحله دي. طبعا. ونادي تاني جماهيري، الانتقال من المرحله دي للمرحله دي بيمثل لك ايه يا بسنت؟ وخاصه انه لا انت وراكي جماهير بقى، جماهير بتكلمك على السوشيال ميديا، بتحفزك، بتعدك، بتنتقدك، هو ده طبيعه الانديه الجماهيريه. فقولي لي الانتقال من هنا لهنا بيمثل لك ايه؟ هو الانتقال في حد ذاته كان صعب شويه للتقبل، انه انت يعني زي ما حضرتك قلتي اللي هو انا في نادي زي نادي الشمس فعلا في اريحيه شويه، ما فيش حد اللي هو وراكي وبيكلمك وبتاع، بس انت ستيل برضو كلاعيبه بتبقي عايزه طبعا تلعبي وتعملي اللي عليكي عشان محتاجه ان انت تتشافي، فده لوحده ضغط. بس الفكره نفسها انه يبقى في جمهور. بصراحه جمهور نادي الزمالك جمهور عظيم بصراحه، انا شايفه ان هو يعني اللي عمله في البطوله الافريقيه كان غير طبيعي بصراحه، وهو على فكره واحد من الاسباب الكبيره جدا اللي خلت البنات صامده لحد هو بعد بس. ربنا هو كان اول سبب بصراحه. يعني جمهور عظيم بصراحه. صحيح. ليه كل الشكر. جمهور عامه بيحفز جدا على فكره، لما تبقي تلعبي في ماتش وفي كده جمهور انت شايفه الناس بتشجعك وعايزاكي تكسبي، ده بيديكي اصلا حافز ان انت تبقي عايز تلعبي. الحقيقه والنتيجه، انا كنت في المباراه وقتها يا بسنت، النتيجه كانت 19 14 ست نقط الاهلي ياخد المباراه. هم بيحمسوا وجوه صاله النادي الاهلي وما سكتوش لحظه، ودوا اللعيبه بالحماس وبرانتا والكلام ده كله انهم يوصلوا لشوط خامس. ودي مش اول مره يعملوا الحركه دي جوه النادي الاهلي. عملوها في كره اليد. كانوا السنه اللي قبليها
رجال اليد بيلعبوا برضو نهائي بطولة فاينل. إفريقية وبجد هم فضلوا وراء، وبرضو كان الزمالك في السيزن ده خسران تقريبا كل البطولات المحلية ما عدا سوبر محلي تقريبا، وبعدين عوض بقى وهم في البطولة دي فضلوا يشجعوهم، وخسران سوبر أفريقيا على صالة نادي الأهلي، وخسران دوري وكاس كسب سوبر محلي، بس فضلوا وراهم 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 ما يأسوش خالص، راحوا وفضلوا وراهم لحد ما كسبوا البطولة. ما هو بصراحة هو جمهور نادي الزمالك معروف ان هو بصراحة هم جدعين جدا بصراحة، يعني خسرتي بطولة لا انا هجيلك البطولة اللي بعدها هتكسبي، انا حاطط امل فيكي وانا واثق فيكي ان انت كده كده هتكسبي. مش خايفة؟ إيه لا والله مش خايفة خالص، بالعكس انا عارفة ان هم يعني جمهور عظيم بصراحة بيشجع، سبورت دايما جداً، مش حاجة تخوف خالص خالص، يعني مش حاسة ان دي حاجة تخوفني، بالعكس دي حاجة تديني انا حافز ان انا عايزة العب طبعاً. عشان ده جمهور انا بلعب باسم النادي اللي هو بيشجعه، فانا بالعكس انا عايزة يعني افرح اصلا الجمهور بيا، يعني انا مش عايزة حد يتضايق مني، مش عايزاهم يبقوا شايفين ان انا مقصرة، بالعكس يعني انا بالعكس عايزة العب ويبقى ده حافز ليا، يعني مش عايزه احط في دماغي ان ده خوف، بالعكس خالص يعني لا خالص، اتمنى ان هم يبقوا موجودين والله في كل الماتشات ان شاء الله، هم دايما بيبقوا موجودين في النهائيات وبقوه يعني. طيب عايزه برضو اعرف منك تواصلوا معاكي من ساعه ما بجد من ساعه ما تم التعاقد وتم الاعلان والكلام ده تواصلوا معاكي؟ مش تواصل يعني، بس تشجيع يعني، الكومنتس كلها كانت عباره عن ان هم بيشجعوني بالتوفيق، نورتي، مش عارفه ايه، جالك مسجز او حاجه زي كده؟ كذا مسج جات لي، كانت كلها برده اللي هو نورتي بالتوفيق ان شاء الله يبقى سيزن يعني خير وتجيبوا كل البطولات، فاه طبعا شجعوني يعني. فارق معاكي معنويا؟ اه طبعا فرق معايا يعني، بالعكس لما لقيت ان كذا حد شجعني اتبسطت جدا ان هم متقبليني كلاعيبه من قبل حتى ما يشوفوني وانا بلعب، يعني هم متقبليني وبيشجعوني، فده في حد ذاته اصلا يعني سبورت عظيم بصراحه يعني. طبعا طبعا. قولي لي بتوعديهم بايه السيزون ده؟ يعني انتوا عندكم طبعا دوري وكاس وبطوله افريقيه وكاس عالم الانديه، وغالبا بيبقى فيه سوبر محلي، سوبر يعني هو ممكن في النص تيجي بطوله عربيه احتمال احتمال يعني والله. بطولات كتير، قولي لي بتوعديهم بايه؟ انا بوعدهم انه ان شاء الله ما فيش حاجه في ايديا انا ممكن ما اعملهاش، يعني انا اعمل كل حاجه باستطاعتي، يعني مش هقصر في اي حاجه، هلعب لاخر نفس، انا جايه نادي الزمالك لانه نادي عظيم وده اللي انا بجد كنت بحلم بيه طول عمري، فانا مستحيل ابقى جايه واقصر في اي حاجه، بالعكس يعني انا بوعدهم انه بجد ان شاء الله هيبقى سيزون محترم باذن الله، وهنحاول بقدر امكاننا انا وفرقتي ان احنا نوصل لاعلى ليفل وصلنا له، ناخد نقدر بقدر امكاننا ان احنا ناخد كل البطولات باذن الله، خصوصا في بطولات مهمه جدا جدا، فان شاء الله مش يعني مش هنفرط في اي بطوله خالص خالص، ولو في ايدينا اي حاجه من اصغر حاجه لاكبر حاجه هنعملها ان شاء الله. بتشوفي ان اهم عوامل المكسب انه نبقى قافلين على نفسنا وان احنا نبقى بنتدرب، يعني شوفي ايه اهم عوامل المكسب؟ اول حاجه انه روح الفرقه، انا بشوف ان روح الفرقه في بعضها كده، ان الفرقه تبقى كلها كده ماكس جوه بعض، دي اهم حاجه، وان احنا مشاكلنا جوانا يعني ما تخرجش لبره، لانه في ناس كتيره قوي بتبقى اللي هو بتستغل فرصه انه المشكله دي والمشكله دي والمشكله دي، لا بالعكس يعني خلي المشاكل جوانا كده جوه بعضينا، لو انا متضايقه من بنت اروح اقول لها انا كذا كذا كذا، متضايقه من الكابتن عملت كذا مش عارفه ايه، كابتن شخصيا لو متضايق مني في اي حاجه يجي يكلمني، هي دي اكتر حاجه بحسها بتفرق في الفرقه قوي، لانه روح الفرقه وحب الفرقه لبعض ده اصلا بيفرق جدا جوه الملعب، بتبان جدا جوه الملعب. تاني حاجه اللي مهمه جدا جدا التمرين نفسه، ان احنا نبقى نازلين التمرين انا نازله العب بجد، نازله اتمرن بجد، مش نازله اللي هو جايه ساعتين كده هاف فن وخلاص، لا انا نازله اتمرن لانه انا في تارجت عايزه احققه، فده برده بالنسبه لي يعني من الحاجات من الكي بوينتس بتاعت ان انا اصلا المكسب. وكمان ان انا ابقى انا من جوايا عندي اراده ان انا اكسب، يعني انا في بطولات انا عايزه احققها، في نادي انا بلعب باسمه، في اصلا جمهور عظيم انا بلعب باسمه، فطبيعي ان انا عايزه احقق كل البطولات دي، فلازم يبقى عندي اراده، ما اشوفش حاجه مستحيله خالص يعني. بس اكيد البنات اول يوم لما استقبلوكي قولي لي يعني قالوا لك ايه، حسيتي بايه؟ والله يوم استقبلوني يعني كان استقبال بصراحه ورم جدا، اتبسطت جدا كلهم اللي هو رحبوا بيا، ما فيش حد اتضايق، ما كده اللي هو اهلا بيكي في النادي بتاعك وان شاء الله نعمل سيزون حلو، وكلهم جمال يعني بصراحه ما فيش حد فيهم كان قصر في اي فكره ان بتربطك معرفه بيهم الاول، فده بيخلي طبعاً الدنيا طبعا دي اصلا فرقه اهدى شويه، دي اصلا فرقه صحيح، بتخلي الدنيا اهدى كتير. طيب لو عندك كلمه اخيره حابه تقوليها لاي حد تقولي ايه؟ انا بشكر مامتي وبابايا جدا 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 ان هم وقفوا ورايا، والله العظيم وقفوا ورايا من اول يوم من وانا عندي 7 سنين لحد النهارده،
وهم واقفين ورايا بيزقوني وبيدعموني وشايفين ان انا عندي، ف دايما بيدوني الدافع بتاع اللي هو العبي واعملي اللي عليكي وسيبي الباقي على ربنا خلاص بعد كده. بس اهم حاجه انت تعملي اللي عليكي عشان يعني ما تاثريش في حق نفسك وفي حق فرقتك. يعني عندك اخوات بيمارسوا فولي برضو ولا؟ انا عندي يعني انا عندي اخين توين اصغر مني كانوا بيلعبوا فولي بس طبعا عشان ولاد فوقفوا. طبعا عندنا بقى حاجات اهم بكتير بقى. اوكي. بس فسابوا الفولي. كانوا بيلعبوا في نادي شمس وسابوا الفولي للاسف. اوكي. وبرضو يعني احب اشكرهم جدا. يعني انت الكبيره؟ انا الكبيره. اوكي ربنا يستر. حقيقي كنت سعيده جدا جدا تواجدك معايا النهارده وبتمنى لك كل التوفيق مع فرقتك يا رب. ان شاء الله وان شاء الله كلكم مع بعض تقدروا تجيبوا بطولات السنه دي ويكون موسم استثنائي وبجد تعملوا موسم ولا اروع وتكونوا الدنيا بينكم كويسه جدا وان شاء الله بطولات ونجاحات. وبجد نورتي القناة ونورت النادي وربنا يكتب لكم كلكم الخير ان شاء الله مع بعض. يا رب ان شاء الله. نورتي. شكرا جزيلا. شكرا شكرا. ودي كانت حلقتنا مع بسنت محمد الوافدة الجديدة لسيدات الذهب وسيدات طائرة الزمالك. بالتأكيد اشوف حضراتكم بحلقة جديدة في نفس الميعاد. استنونا. سلام عليكم.